اشتد الحصار على المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق، الحصار الخانق المستمر من حوالي أكثر من 10 أشهر مستمرة. الناس هنا تعيش كما زمن الأجداد القدامى، لا طعام ولا ماء ولا كهرباء ولا حتى وقود. سبل العيش أصبحت معدومة ووسائله تحولت إلى بدائية جدا. أبواب الشتاء طرقت والبرد القارس لا يرحم، وهنا في المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق لم يبقى وقود للطهي أو للتدفئة، فتحولت الناس إلى جمع الحطب وتقليم الأشجار محاولين تأمين وسيلة بدائية للطهي وللتدفئة. وهم الأطفال يشاركون عائلاتهم في جمع الأخشاب والحطب لكي لا يشعروا بالبرد الذي ينخر العظام، والله المعين على ذلك، وما لهم غير الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في محنتهم. مكتب جنوب دمشق الإعلامي أبو التيم الدمشقي.